بسم الله الرحمن الرحيم حلقه جديده ويوم جديد في البريمو اسمحوا لي النهارده هكون موجود بدلا من زميلي النجم الكابتن محمد فاروق اللي طبعا لظروف خاصه به هيكون موجود ان شاء الله بدايه من الاسبوع اللي جاي من الحد اللي جاي فاستحملونا بقى النهارده وبكره وبعده دايما بيكون في احداث مثيره في الكرة المصرية اللي لا تخلو ابدا من الكواليس ومن الاخبار ومن الازمات ومن التحليلات. والنهارده النادي الاهلي بيصدر بيان رسمي بيطالب في اتحاد الكرة بافادته بكافه الاجراءات اللي اتخذها تجاه لاعب بيراميدز محمد الشيبي اللي خالف اللوائح اللوائح الدوليه من وجهه نظر المسؤولين في النادي الاهلي الاهلي النهارده في بيان رسمي طلب من الاتحاد المصري لكره القدم الافاده بالاجراءات التي قام بها تجاه مخالفه محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكره القدم ولجوئه للمحاكم المدنية يحترم الجميع دورها بين قصين وقدسيتها برفعه دعوة قضائية ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي تحدد للنظر فيها يوم 18 إبريل الجاري بين قصين أنا اللي بقول بقى والذي رفض محمد الشيبي كافة المحاولات التنازل عن الدعوى القضائية نكمل البيان الرسمي جاء ذلك في خطاب أرسله النادي لاتحاد الكرة أمس الأول لاستبيان للموقف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر وكان نص الخطاب كالتالي نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 إبريل الجري للنظر في الدعوة القضائية التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات بالمخالفه الصارخه للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكره القدم والتي تمنع لجوء اي من عناصر اللعبه للمحاكم المدنيه لفض اي نزاع رياضي بل ولم يعبأ صاحب الدعوه بقرار اتحادكم الموقر الذي احال الشيبي الى لجنه الانضباط منذ ثلاثه اشهر للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا قبل ان تنتقل ملفات وقضايا كره القدم الى ساحات المحاكم التي يعتزل الجميع بدورها وقدسيتها ولم يتم اتخاذ اي قرارات حاسمه بخصوص هذا الملف حتى الان. هذا بالرغم من تاكيدكم الواضح في كتابكم الوارد الينا بتاريخ 4 يناير 2024 على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ولائحة الفيفا وتم إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين الشحات والشيبي، تاني صياغة الجملة دي، وأن ما وقع بين اللاعبين الشحات والشيبي جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها. وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراه وتمت الاشاره الى كل ما سبق في خطابكم الينا، كما ورد ايضا ان لجنه المسابقات برابطه الانديه صاحبه الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقه بالاحداث التي تقع اثناء المباريات، قامت بمعاقبه اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبه من قبل لجنه الاستئناف بالاتحاد المصري لكره القدم وأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمه أمام كافه الجهات الدوليه وفقا للوائح والقوانين. ده فيما يخص الأزمات المثاره أو أبرز الأزمات المثاره في الساعات الأخيره خارج الملعب. لكن في أزمات كمان كتيرة جدا وفي استعدادات أيضا للنادي الأهلي أمام لمباراته أمام سيمبا التنزاني والزمالك أمام مودرن فيوتشر ولا تزال قضية حسام حسن ومحمد صلاح مستمرة بعد تألق محمد صلاح الأخير في الدوري الإنجليزي ووضع رابطة طبعا الدوري الإنجليزي صورة محمد صلاح على الصفحة الرسمية للترويج لمحمد للصفحه الرسميه للدوري الانجليزي. النهارده معايا طبعا واحد من اهم ان لم يكن الاهم طبعا في التحليل وفي الراي وكمان شعبيته الكبيرة اللي بتفرض نفسها في كل يوم بيطلع فيه وبيظهر آه بشكل مختلف دايما دايما عنده الجديد دايما مختلف عن الاخرين في كل شيء زي ما كان بيقدم لنا الجديد في الملعب دايما بيقدم لنا الجديد في البريمو هو النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال نجم مصر ونجم النادي الاهلي ونادي الزمالك واحد اهم من لمسوا آه الكره آه في آه تاريخ الكره المصريه كابتن رضا برحب بيك منورنا ومشرفنا ودايما تنورنا وتشرفنا حبيبي اسلام محترم عامل ايه <applause> كل سنه وانت طيب ورمضان كريم كل سنه طيب يا كابتن ومش عارف اقول لك ايه يعني انت المقدمه بتاعتك دي يعني بترجع الناس لزمان بس الناس اللي هي بتحبنا الناس اللي هي فاهمه الناس اللي هي ف <applause> سيبك بقى من الناس التانية دي اللي هي اصلا ايه اللي هي بتاعت المواقع واللجان والكلام ده خلينا نتكلم عن الناس المحترمة اللي هي فعلا يعني عارفة قيمة لاعبي الكورة وقيمة النجوم بتوع الكورة و... فكلامك دوت بصراحة يعني بيديني حافز غير طبيعي لا هو ده واقع وحقيقي وما بنقولش حاجة غير كده مش بس أنا اللي كنت كابتن رضا والله بيتعب مش بناس. أنا تاني هقولها لك <applause> كل مرة مش أنا اللي كنت بنده عليك في المدرجات سواء في الزمالك او في الاهلي وتاني بقولها لك وأنا كنا عملنا حلقه ان انت واحد من اهم الناس في تاريخ الكره في مصر صاحب اشهر هتاف في المدرجات الناس كانت بتهتف في اللي هو رضا يردها ده رضا. فده يعني يا إسلام. كان ده ده حقك انا ما بخترعش حاجه بس انت برضو عامل قلبان برضو بال سواء في اعلانات بتطلع تعمل قلبان في المسلسل الاخير مسلسل فرورة عند المشاهد اللي حضرتك عاملها طبعا مع الفنانه الكبيره نيل كريم فانت دايما بتعمل قلبان في اي حاجه أنت بتكون السبب فيه؟ مش انت اللي وفيت لا والله خالص <applause> مش انت اللي <applause> على السيناريو وانت <ونت تصفيق> اللي قلبت السيناريو <applause> انت والاستاذ <وزاز> احمد الدسوقي <applause> <applause> لا هو انت فعلا عامل رد فعل كبير الحمد <applause> لله <applause> <applause> يعني سواء كنت محلل او ممثل دي صوره الكابتن رضا عبد العال طبعا مع الفنانه الكبيره نيلي كريم الفنانه طبعا المتميزه وده طبعا احد المشاهد اللي كانت موجوده في المسلسل وكابتن رضا خلي بالكو كمان كان بي يعني فكره سطلانه اللي قالها في في المشهد اللي انتم شفتوه هو رضا عبد العال اللي اخترعها وهو وهو بيمثل المشهد حبيبي الله يبارك لك وانت واقف جنبي بتديني الامان والاحساس والطمأنينه وبيبقى بجد طول ما انت معايا وفي ظهري وقدامي ومن ورا الكاميرا انت الوحيد اللي بتبقى الترمومتر اللي انت بتحرك رضا عبد العال يعني لا يا كابتن ده انا شرف ليا لا بكلمك بجد والله انت انت بيقولوا على ايه اللي هو الـ بتاع الـ اسمه ايه انت الابديت بتاع الـ العقل المدبر ايوه <applause> لا خلص كابتن طول رضع. ما انت بتبقى موجود بابا مطمن <applause> لان عارف ان اي حاجه هتحصل انت هتلحق يعني هتلحق <applause> انا ده أنا شرف ليا ان حضرتك تقول دوت لا وكنت منور بقى وخلي لكن... بالك احنا عملنا الكام مشهد دولت هو المسلسل اسمه فراول والله بعدها جالي املاح. كابتن رضا التمثيل بيستهويك؟ لا. خالص. لا هو ده هو في المجال بتاعنا، يعني في المجال بتاعنا اطلع ما عنديش مشكله، انا ما اطلع بقى احب واضرب والكلام الفاضي ده. خالص. لا لا خالص. يعني انت انا يعني انا على يدي بيطرد عليك بطولات افلام. حصل. وانت ما ب... يعني ما بتحقق اللي هو يا دوب تطلع تشارك مشهد او مشهدين وخلاص آه. بس مش في الدور بتاعنا احنا آه. يعني انت مثلا هتجيبني زي المسلسل كده في الكارير بتاعنا اللي هو الكوره اللي آه. فأح... هو مدرب محل هعرف اتكلم آه. واعرف امثل واعرف اقول انت واخد بالك آه. لان ده 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 اللي احنا بقالنا مثلا دلوقتي عشر سنين بنتكلم فيه اللي هو بنطلع نتكلم ونحلل ونشوف اللي هو تخصصك تخصصنا انما غير كده بقى اطلع مثلا حبيب ولا اطلع فرد في انت لو طلعت حبيب برضه ما, ما ينفعش لا 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 مش تأمور كابتن ماشي بس مش هيقنع ما في ناس كانت قد كده وبتمثل وتضرب بقى طب بقى. اكتر اكتر فيلم مثلا او مسلسل كان اتعرض عليك وقعدت تفكر فيه وقلت و... وكان مع نجم مثلا وكنت عايز تمثل عشان تبقى مع نجم بس تراجعت في ال... في يعني في اخر لحظه كان ايه؟ كان من حوالي سنتين كده كان مع شيكو وشام ماجد وكان وكان فكره كده وقالوا لي عليها بس مش في الموضوع بتاعنا خالص يعني ملوش علاقه بالكوره يعني ملوش علاقه بالكوره اه يعني هنطلع ونقول افهات وكده فمش مش بتاعتي يعني مش مم. وانا ممثل كوميدي مش بتاعتي يعني مين اكتر ممثل لاعب كوره ممثل عجبك او في كابتن عصام بهيك اه طبعا ممثل وفي آه طبعا كابتن صلاح آه صالح سليم, سليم. آه احمد صلاح حسني آه اكرامي جمال عبد الحميد خالد الغندور بي خالد بيبو بشير التبعي دي بعض الاسماء اللي, اللي هم اللي اه اللي انا آه طبعا حسام البدري طلع في اه في منظر كده اه في مشهد لا بص هو بالامانه بالامانه طبعا بالنسبه لنا في الجيل القديم من صالح السليم في شموع السوداء وعمل اللي الباب المفتوح والكلام ده تحس برضو ان هو ايه مش مش غريب على الفن اه لأن هم كلهم كانوا صحابه اه فبيمثل <applause> مع اصحابه يعني دي حاجة انما اللي هو بقى متفرد فعلا احمد صلاح حسني اه احمد صلاح حسني <applause> اه احمد صلاح حسني اكرامي كان دمه خفيف برضه لما هو مثل ثلاث افلام او اربع افلام ولا ما آه يعني والله بص هي هي الدول. يعني هو الفيلم الفيلم كمان اللي اشهر كمان بتاع الحفيد كان مع عادل امام لا مش الحفيد آه اسف يا الوقت. رب ولد انا اسف آه. يا رب ولد لا وفي تاني في مم. فيلم تاني اللي هو برضو وعادل امام الاستاذ عادل امام في الفيلم اللي هو كان انا ركب حديد و... ما هو ده لا لا يا رب ولد آه ده, ده غير آه ده, ده, ده آه لا الثاني رجل فقد عقله ايوه اه فريد شوقي آه ما, اعتقدش ان هو ممكن برضه عشان معاه عادل امام فالدنيا مختلفه عادل امام يشيل اي حد طبعا آه مختلفه يعني انت مركز كله تركيزك على عادل امام طب اكتر فنان صاحبك حسن رداد حسن رداد آه, اه طبعا ممثل مميز جدا ده, ده سيبك آه بقى من الفن بقى اه ده يعني احنا الاثنين بنعشق بعض اه لا هو شخصيه جدعه جدا جدا ايام يعني. ايام العمليه كل يوم كان يتكلموا على يدك اه طبعا كل يوم بيتكلم آه. ويطمن عليا من خلال احمد ابني آه. واخد بالك وبعد العمليه وبعد... انت عارف لما مثلا بيروح البيت ويتفرج على حلقه قويه سواء انا وانت او انا آه. وفاروق يكلمني يهنيني عليها آه. يقول لي حلقه مع انه اهلاوي ايه آه. وال... هو نزل... صورتكم مع بعض هذا حبيب. حبيبي اه وخلي بالك انا مثلت معاه في مسلسل اسمه كان هو عامله هو لما عرفت ان هو البطل بتاعه هو ووافقت على طول ما ولا خدت ولا جنيه ولا ولا اتكلمنا في فلوس ولا كلام بس عشان عشان هو انا طلعت معاه في كانت اسمها ده, ده, مسلسل عزمي واشجع ايوه عزمي بالضبط بالظبط كده فهو هو اول ما يعني هو طبعا الاستاذ احمد السوق كلمني <تضع> وبعد كده بيني وبينك يعني ايه ما اديتش اهتمام بس اول ما حسن كلمني قلت له خلاص finished? انت عايزني امتى؟ قال لي بعد بكره الصبح الساعه قلت له خلاص ماشي <تضع> بعتت لي العربيه ورحت وصورت ومشيت والله وعشان هو ما اتكلمناش في جنيه ولا خد ولا جنيه <تضع> <تضع> عشان طيب مين يعني الممثل اللي انت كان نفسك تقابله وما قابلتوش من كتر ما انت معجب بتمثيله سواء موجود معانا او راحل ربنا يرحمه كان نفسك تقابله تقعد معاه بس مش تمثل معاه وما قابلتوش مين احمد زكي الله يرحمه احمد زكي اه طبعا هم ده اكتر ممثل ده من الجيل اللي هو هم. الجيل القديم رشدي اباص رشدي اباص رشدي اباص اشمعنى يعني كان في كده حاجات تحس ان هو زينا يعني مثلا في الفيلم اللي هو بتاع في بيتنا رجل ها. لما واقف وبيسالوه بتاع والراجل قام جاي ضربه ما اداش اهتمام بقى ان هو واقف قدام ز... مدير المباحث وفي المديريه ضرب الراجل هم. تحس كده ان هو زينا كده يعني هم. عصبي و... وابن بلد وبتاع فكنت بحبه كابتن رضا اتنين من اهم نجوم التمثيل في تاريخ السينما المصرية والعربية هم اللي مثلوا دور لاعب الكرة عادل امام في فيلم الحريف مثل لاعب الكرة الشراب في وقتها طبعا الكرة الشراب دي كانت اه حاجة كانت هي الاساس اه كانت هي اللي ما لعبش كرة شراب ما كانش يبقى آه وبالتالي و... وطبعا على على راسهم يعني والبعض قال ان ده دور سعيد الحافي اللي هو آه. اشهر من لاعب كره شراب في... في مصر يعني في مبقى مبقى. وبالتالي من ذكاء طبعا الفنان الكبير القدير عادل امام ان هو يعمل فيلم مع الل... اللعبه اللي كانت بتمس الطبقه الفقيره اللي هي الكره, الكرة مش الطبقه المتوسطه لا, 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 يعني لا, لا الفقيره ك... واللي تحت الفقيره كرة آه. و... ونور الشريف غريب في بيتي اللي شحاته ابو الكف آه. آه اللي البعض قال ان دي آه يعني جزء من قصه الكابتن حسن شحات يعني البعض شبهها بده لكن آه مين فيهم آه اقنعك اكتر في دور لعيب الكوره استاذ عادل امام طبعا عادل امام اه طبعا فعلا لان بص من يوم ما كرة الشراب اتلغت على مستوى الجمهورية أو على مستوى مصر ما بقاش في حريف الكورة. <يصفح> لأن الكورة دي كانت هي اللي بتديك الإحساس والحساسية والحرفنة <هم> ومش <هم> أي حد يلعبها أنت لعبتها طبعا لعبتها آه كنا مم. بنروح دورة في اسمها الشرقوية عندنا في شبرا الخيمة كانت من أحسن الدورات الشراب مم. ودورة السني اللي هي كانت قدام كلية الزراعة كان بيحضرها الله يرحمه الكابتن أحمد السني والكابتن مصطفى يونس كان بيجي يحضر ويسلم الجوائز فيها مم. دولت من اقوى الدورات اللي هي كانت كرة شراب على مستوى الاليوبيه كلها مم. او يمكن على مستوى مصر لان كل حرفه الشراب كان بيجوا في الدورات الدورتين دول بالذات كابتن احمد عبد اللطيف كان بيلعب في بين السرايات كره شراب برضه ايوه بس دي على الاسفلت اه دي على الاسفلت مم. فتفرق كتير غير لما تلعب بكره صغيره على التراب على التراب اه طبعا بتبقى اصعب بتفرق كتير بقى مم. في الباص والحساسية والاستقبال مم. والتسليم والتسلم والتحرك والشق كو... يعني كل حاجه صح. فيها 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 صعبه جدا واخد انما طبعا الكابتن حماده في, ال... في هناك كانوا بيلعبوا يعني آه على الأسفلت مم. فبيبقى فيها سهوله شويه مم. وفيها ترقيص اكتر لان ايه ما فيش حاجه بتحكم في الملعب <متحدث> يعني انت بتباصي مثلا الارض منها تراب بتوقف الكره او تغير اتجاه <متحدث> الكره أيوة. انما في الاسفلت ما انت بتعملها كانك بتلعب على اه فبتحتاج قوه معينه و... وحساسيه برضه بس مش زي الملعب التراب <متحدث> اه انا بتكلم عن ملعب التراب يبقى لا لا ده ده انت لازم <متحدث> تبقى مركز في الباص <متحدث> <متحدث> وفي الترئيس وفي كله عشان انت في ثانيه بتعمل كده ممكن تلاقي كرة الارض غيرتها غيرت اتجاه يعني لكن لو تعرض عليك بطوله فيلم كره شراب عادي يعني أه، تعملوا تعمله اه طبعا مم. احنا اساس الشراب مم. يعني الكره ما كانش عندنا حاجه اسمها لا كره كفر ولا ك... زي زمان يعني آه. كرة ك... او كره كبيره كان كله كره شراب مم. كله واتطورت شويه بقت يعملوها بدل ما بتبقى شراب بيعملوها كلها بالظبط اه كلها علشان إيه؟ تبقى تقيله شويه وتقيله وبعدين ايه بيقربوها شويه من كره الهاند بول اه بالظبط غير الشراب الشراب كانت بتبقى صغيره شويه فدي بقى يعملوها بحيث ان هي ايه وبعدين هي كانت بتطب طبه واحده بس يعني مش آه مش زي على حسب لفتها آه. ما خلي بالك برضو كان في اساتذه هي اللي بت يعني انا لو لفتها هعملها لك زي الطوبه ايوه وهتوجع رجلك مم. سواء في الشوط في الباص حتى مش هتساعدك في الترقيص انما آه. في ناس ثانيه عشان الناس زي. ما تعرفش الكرة الشراب دي كان ليها طريقة معينة في صناعتها طبعا اه مش أي حد فعلا لغاية يعني. قبل ما تعملها وتدخلها في الشراب <applause> يعني وبعد كده طوروها وبقت <applause> كلها واخد بالك فانت الأستاذ اللي بيعملها ده ده كان بيبقى حريف قوي مش حريف كرة ايوه حريف صناعة <applause> الكورة <اللي هو تصفيق> ايوه ما يخليهاش ما تفرق عن الكرة الهاندبول كأنك بتلعب بس حاجة بقى كمان انت ولا حد من اخواتك كان الاحرف في بكره الشراب لا هو في كان في مرزوق طبعا مرزوق اللي هو آه الاخ الاكبر اه اللي هو اكبر من يعني في بيننا وبين بعض طارق <مم> طارق ده احسن واحد كان يعمل لي البانتون اه <مم> هو ك ك كان لعيب في الموهبه دي بتاعه الوانتو <مم> يعني انا رقص وأعملها له هو يحطها لي في الحته الفاضيه جيبوه <مم> ما عبرازي ده بقى كان احرف مني بجد سيبك بقى من اللي يقول لك ايه بس هي مشكلته ان هو كان مجاملاتي في لعبه <تكلم> بمعنى يعني ممكن مثلا يخسرنا دوره عشان يجامل حد يلعب <تكلم> اه أنا ما هو كلاعب كورة كان لعيب كورة ده كان هايل ده لو يعني لو كان بيلعب في أي من أندية الدوري لو حد عايز يقعد في الدوري كان يخلص في <تكلم> لا 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 <تكلم> ما توصلش لكده خالص لا هو هو كان يعني أنا كان دايما خلافاتي معاه لان انا كنت عامل فرقه وعامل فرقه فلما جينا اندمجنا احنا الاثنين في فرقه واحده عشان ما هو هو بيلعب لوحده وانا بلعب لوحدي فالناس حبايبنا واصحابنا قالوا لك اعملوا ادمجوا الفرقتين مع بعض في فيلم الحريف عادل امام كان طالع معاه طبعا النجمه الكبيره فردوس عبد الحميد وكان طبعا متجوزين والقصه الشهيره اللي معروفه في الفيلم رضا عبد العال لو لو يختار هو بطلة يحب يمثل معاها وتكون ويكون طبعا احداث الفيلم عن كرة شراب او هو مدرب كرة شراب ايا كان يعني او بيلعب كرة شراب مين الممثلة او البطلة اللي انت تبقى حابب ان انت تطلع معاها؟ لا هو في كتير لا هتختار لو قلت واحدة يبقى هتبطلنا بملعب ما <applause> طب اللي مش هتفضل الكرة شراب انما انت لازم تجيب واحدة يعني مين اللي انت تتمنى ان انت تمثل معاها؟ همثل معاها؟ اه يعني اه ياسمين صبري ياسمين صبري ربنا يقويك يا كابتن خلينا نطلع <applause> فاصل ونرجع نكمل مع النجم ما انت كده, كده مش هتلعب كورة <applause> من الجدل شهدها الوسط الكروي خلال الساعات الماضية بعد أزمة اتهام رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بتناول المنشطات وثبوت إيجابية العينة اللي فحصها اللاعب في الفترة الماضية. وأثار جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجدل بعد تصريحاته اللي كشف فيها عن وجود عينة منشطات إيجابية لرمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، مؤكداً إن لجنة المنشطات أرسلت خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي، الأمر اللي دفع نادي بيراميدز للرد على جمال علام رئيس اتحاد الكورة بشكل رسمي، بتجهيز رد وتقديمه للجنة التظلمات خلال الأيام القليلة المقبلة حول أزمة عينة رمضان صبحي، مؤكدا النادي في بيانه الرسمي على أن رمضان صبحي يحق له التظلم ضد هذا الخطاب خلال أيام من وصوله لنادي بيراميدز واتحاد الكورة. خاصه ان الخطاب جه بوجود فساد في عينه تحليل المنشطات اللي اجراها اللاعب من 8 شهور وليس بايجابيه التحاليل كمان اللاعب اجرى تحليل بعد ذلك وظهرت نتيجته سلبيه بياتي ذلك في الوقت اللي سادت فيه حاله من الدهشه والغضب مسؤولي بيراميدز بعد ما خرج جمال علام رئيس اتحاد الكوره بتصريحات اكد خلالها ان اللاعب مدان بالتلاعب في العينه على ان يبدا نادي بيراميدز في اتخاذ كل الاجراءات القانونيه الممكنه ومقاضاه رئيس الاتحاد بسبب تصريحاته اللي نالت من سمعه رمضان صبحي على حد وصفهم علما بان هناك محاولات لارجاع رمضان صبحي عن التقدم بشكوى رسميه وانهاء الامر بشكل ودي لسه مكملين مع النجم الكبير كابتن رضا عبد العال ومن الفن وبعد ترشيحه او رغبته او ابداء رغبه رضا عبد العال في أنه هو على استعداد انه يمثل فيلم بس يبقى خاص بكره القدم او كره الشراب طبعا واختار طبعا الفنانه والنجمه ياسمين صبري تبقى طبعا بطله الفيلم نروح لحسام حسن <applause> وي آه أزمتك مع حسام حسن نجم طبعا الكبير والمدير الفني للمنتخب الوطني وانت كنت واحد من المطالبين آه لتعيين حسام حسن المدير الفني آه للمنتخب ثم بعد ما تولى يعني الدنيا اتغيرت مره واحده بدات بتهاجم حسام حسن هجوم ضاري البعض شايف ان انت تسرعت في حكمك على حسام حسن, حسن باعتبار انه هو ما خدش غير مباراتين بس من من ضمنها ان هو واجه رابع العالم او ثالث العالم منتخب كرواتيا اللي انت كنت بتنتقد فيتوريا وحازم امام على ان هما ما بيواجهوش منتخبات كبيره. حسام بشخصيته وقوته واجه ثالث العالم من غير محمد صلاح. كابتن رضا ازمتك مع حسام حسن ايه بقى؟ واحد الاختيارات عجبتك؟ لا ب... احنا بنتكلم شوف انت قلت ايه قلت ان رضا عبد العال كنت بطالب من اربع خمس سنين اه دي من... من قبل الكابتن حسام وانا مينجر. كنت بدخل في خلافات كثيره معك قبل ما الكابتن حسام البدري يجي صح صح قبل ما اهاب جلال يجي قبل م. ما كرش يجي قبل م. ما آه فيتوريا يجي صح صح مش كل مره يحصل الجدل ده انا اطلع اقول حسام حسن, حسن. صح ولا غلط طيب مظبوط لما لما تيجي احنا مش انا بالنسبه لي مش عايزك تغلط مش عايز حد يعلم عليك مش عايز حد ينتقدك بس ما فيش مدرب يا كابتن ما بيغلطش حبيبي ماشي انا انا قلت لك انا هفهمك ليه خد اللي انت عايزه خد اللعيبه بس تكون بتلعب يا اسلام انما انت قلت في المؤتمر الصحفي قلت مش هاخد احمد فتوح <applause> عشان لسه راجع من اصابه هو مصطفى شلبي صح؟ لا, لا وقال ان مستواه لا قال على فتوح ان مستواه الفني لسه ما ياهلوش انه يدخل المنتخب. طيب طب انت خدت واحد موقوف ومش هيلعب الماتشين. <applause> مين الاولى ان انا اخده اجهزه بالعقل والمنطق بقى هو. حتى لو مش هلاعبه الماتشين دولت بس اخده اجهزه لشهر سته اللي جاي صح؟ <applause> يبقى تحت عينيا <اناية> بجهزه <applause> لان كان الكابتن جاري بيعمل كده. ايوه. واخد بال حضرتك يجي ياخد اللعيب ولما تيجي تكلمه يقول لك انا واخده عشان اجهزه عشان انا مش عايزه المرحله دي عايزه المراحل اللي بعد كده انت عارف لو طلع قال كده ده عظيم سلام دي رقم واحد رقم اتنين مصطفى شلبي في المباراه دي هو كان نجم المباراه بالنسبه للاعبة الزمالك صح وعامل لك شارع ناحيه محمد هاني مم. انا بقى لو بختار مش هاخد محمد هاني بعد الماتش ده اللي هو احسن ماتش تختار منه زي ما انت اخترت قفشه في الماتش ده ورفعت لك القبعه حصل؟ كنت لازم ما اخدش محمد هاني واخد برغم ان مصطفى شلبي وحسين الشحات خلي بالك عشان نرجع لحسين الشحات ان الغلطه ان هو جاب المحترفين يا اسلام وانا قلت لك ساعتها قلت لك ما يجيبش ما يجيبش المحترفين ليه؟ لان الفرصه هتبقى نشوف مصطفى شلبي ونشوف حسين الشحات ما هو حسين الشحات لما قعد هو مش مصاب لما قعد معاه قال له انت هتلعب بمرموز ناحيه الشمال او تريزيجيه انا ماليش دور فسيبني روح النادي الاهلي وده اللي حصل وعشان انما هو لو ما ضمش المحترفين كان هيفرط في حسين لا بس هو هو سابه عشان مصاب لا سيب والنبي الضحك ده مش عايزين نضحك انا بقول لك لا لو هو لو هو ما جابش المحترفين كان هيسيب حسين الشحات كان هيعالجوا الثلاث ايام دولت وهيبقى في الملعب صح لان هو الكلام ده طلع يوم 16 ولا 17 مارس وانت اول ماتش 20. عندك 22 <applause> يا راجل ما تبداش بيه طب ما انت <applause> خدته مصطفى شلبي وعبد الواحد قال لك ان هو مصاب حصل <applause> <applause> وعنده دور برد وسخونيه وكلام وانت اصريت انك تاخده وقعدته معاه وجيت في الماتش الاخير لعبته أخير. ماشي ما عندناش مشكله بس انا بقول لك ايه كان هيوفر على نفسه حته القيل والقال دي لانه لان <applause> اي حد هينتقده كأني بينتقدني انا أنا بكلمك بمنتهى الأمانة. فأنت دلوقتي أدي أول غلطة اللي هي بتاعة أحمد فتوح، تاني غلطة بتاعة آه مصطفى شلبي، تالت غلطة أنت واخد <applause> أربع تجوان يا إسلام. أربع تجوان. شفت <applause> منهم ولا أبو جبل؟ لا. طيب أمال أنت واخدهم ليه؟ <applause> صح ولا غلط؟ <applause> بلاش. أنت لعبت محمد هاني الماتشين، بناءً على إيه؟ <applause> خدت احمد كوكا وهو مصاب ومصر كلها يعني انت قلت على مصاب لا مصطح. هو ما كانش بيلعب مش ما كانش مصاب لا هو ما مصاب. كانش بيشارك مع الاهل ما هو بص هو خده وهو م. لسه ما اكتملش شفاه لان كان كمير. عنده كدمه في ظهره والكدمه دي بتقعد فتره م. ده مش زي الشد ولا مش عارف ايه ولا لوية الانكل م. فدي دي ما تعرفش هي هت... تلاقيها كده من عند ربنا فكت لوحديها الكدمات دي <applause> سواء في الفخد او في السمانه او في الظهر او في... انت واخد بالك؟ فانت خدته فانت قلت كلامه عكسه انا ما كنتش عايز كده يا اسلام انا عايز ان انت في اول اختيارات دي والله ما وانا يمكن انا قلت معاك وقلت مع فاروق قلت يا رب ياخد العشرين 20 لاعب من نادي الأهل بس يكونوا بيلعبوا انت <applause> واخد بالك؟ انما في واحد اكرم توفيق طب اكرم توفيق ما لعبش الماتش بتاع سيمبا اللي فات. شكله ايه حسن؟ لا ما علاقه بالشكل لا أنا معلش عليك اقول لك ان كوكا اللي انت اللي انت هاجمته عليه هو اللي كسب النادي الاهلي يبقى وجهه نظر حسام حسن هي الصح طب ما مودست في ماتش فوتشر هو اللي لا لا انا مالي مودست هو, هو مودست حسام حسن, حسن, حسن هي مش كده لا, لا هو حسام حسن ما, اختارش مودست هو اختار حبيبي. كوكا وطلع وجهه نظره انت عارف لو مودست مصر كان هياخد ماشي دي حاجه ثانيه بص انا بتكلم على احنا مش عايزين نلف وندور يا اسلام احنا بنتكلم على الطبيعي انت كوكا ده شايفه احسن لعيب في مصر بس لسه مصاب بس كابتن الكلام على ان هو ده اول معسكر لي يا حبيبي ماشي ما انا عشان اول أو. معسكر لي اجيب الناس اللي هي جاهزه واقفه على رجليها م. اللي هي بتلعب ايوه بس في لعيبه دوليه وفي لعيبه مش دوليه مفيش الكلام ده احنا بس اللي بدعنا الكلام ده عشان ما تاخدش مصطفى فتحي تقول اصل ده لعيب محلي واخد بالك؟ وتقوم جاي واخد مش عارف مين اصل ده لعيب دولي، طب هقول لك بمنتهى الامان الشحات لعيب دولي؟ اه طبعًا اه طبعًا، زيزو لعيب دولي؟ طبعًا لا، ليه؟ طبعا. اسمعني بس، مش هيبقوا لعيبة دولية إلا لما تستغنى <applause> عن المحترفين، إنما طول ما أنت اه علشان ياخدوا فرص أكثر بس أزال. بس آه. هو بص ده في ناس ما يعني كريتش. طول ما هو ما بياخدش فرص مع المنتخب هتقول عليه مش دولي آه. <applause> ما هي دي برضو <applause> حاجة من ضمن الحاجات اللي هم اخترعوها اللي قبل كده عشان ان هو لما ما كنتش له مزاج ان ياخدك يقوم جاي ايه ده مش لعيب ده اوي بالظبط كده <applause> عشان ايه واحنا عندنا هنا الجماهير للاسف بتصدق في ثانية مشكلتها <applause> يعني ما فيش حاجة اسمها لاعب محلي ولاعب خالص هي الفكرة انك انت لما اللاعب ياخد ماتشات كتير الله ينور عليه فتقدر تحكم عليه هيبقى دولي أوه. يعني انا هقول لك على حاجه بمنتهى الامانه طارق حامد بدا في المنصوره راح منتخبات شباب لا طيب بعد كده راح سموحه راح منتخب اول لا راح من خلال ايه الزمالك اذا ان هو لما احتك في افريقيا مع الزمالك وبدات المنتخبات تاخده وبداوا يلاعبوه بقى ايه بقى واحد من النجوم اللي انت طالبت بيهم ان هو يرجع صح وانا ضدك مم. ليه لان احنا لو رجعنا القديم يبقى مش هتشوف جديد خلي بالك بس في مراحل يا كابتن حبيب قلب الكلام ده لابو تريكا <applause> للخطيب لطهر <applause> ابو زيد <applause> اللي ده اللي ممكن تقول ايه ده مش هيتكرر تاني انت من يوم ما الخطيب بطل شفت زيه؟ لا ولا هشوف طيب طهر ابو زيد بطل شفت زيه؟ لا ولا هشوف ابو تريكا بطل شفت زيه؟ ابو تريكه لعيب كبير يعني لا شفت زيه حد جه زيه لغايه دلوقتي؟ لعيب كبير لا لغايه دلوقتي لا يعني اذا الناس اللي هي عندها الحلول دي والموهبه الربانيه ده اللي تمسك فيه بايدك بايدك واسنانك صح زي ميلا بس حلوة قوي مين بقى عندك عنده الموهبه اللي هي بتاعت يعني اللي زي رضا عبد العال زي وليد صلاح زي الناس انت اللي عندك حازم امام انت عندك بس اقل انا مش شايفها يا كابتن لا لا معلش والله, والله العظيم بص بأس... باستثناء شيكابالا لا ده لا. انا عندي مشكله ان يعني شيكابالا ده لما هيعتزل الناس بجد اللي بتهاجمه هي هتشوف اصلا الفرق فعلا ايوه ما فيش وجه مقارنه ما بين شيكابالا واي لاعب تاني اللعيبه الموهوبه دي لما بتبطل ما بتشوفش حد زيها تاني بالظبط فانا بقول لك ايه هو ده اللي انت ترجعه تاني يعني م. ترجع اللعيبه اللي هي الموهوبه اللي انا قلت لك عليهم م. واخد بالك ليه يعني معنى كده ان يرجع عبد الله السعيد؟ لا عبد الله السعيد مش هو زي دول ايوه لا, لا بس لا لا كلاعب, لا كلاعب كبير لا كلاعب كبير بقى انت عندك اثنين او ثلاثه في الحته دي ممكن تستفيد منهم وتديهم الخبرات اللي انا بقول لك عليها والماتشات اللي هو قفشه ناصر ماهر احمد حمدي شفت احمد حمدي ده اه لعب كويس صحب. ده لسه بقى كمان لما ايه يستوي بقى كده وياخد ماتشات ويبقى في ثقه بينه وبين جماهير الزمالك وبعد كده وناصر ماهر لاعب كويس واخد بالك ما انا انا كان نفسي بقى ايه انت ما تاخدش كوكا وكنت خدت ناصر ماهر بعد الشويه اللي نزلهم في ماتش الاهلي والزمالك زي ما مم. خدت مين قفشه قفشه ربنا وفقه عمل جون وجاب جون الثاني عمل بس ما جاتش مم. يعني اذا ان ده دوره مهم وده دوره مهم اه بس ده ما تترجمش الاهداف واخد بال حضرتك <applause> فانا بقول لك ايه انا لما اخد الاتنين دولت احسن ما اخد الاربعه في نص الملعب جرايين بس وعفاجيه بس وفواليه وبس <تصفيق> <تصفيق> الكره بقت هنا انت دبرين ده بيقوم جاي اعمل لك في ثانيه باص زي قفشه ما نزل وعمل لك باص جون احنا من دل... انما الاربعه الفواليه دول صعب كبيرهم ان يقطع الكره ويدي للي جنب او اللي ورا فانت عشان كده كورتنا مسخه كورتنا ضايعه انت دلوقتي لو عندك واحد زي في الملعب زي قفشه وقاعد له ناصر ماهر واحمد حمد اقسم بجلاله الله الثلاثه يموتوا بعض عشان ان هم يخلوا شكلك حلو <applause> اللي هينزل هيبقى مركز اشمعنا قفشه اشمعنى احمد حمدي اشمعنا ناصر هو ده <applause> التنافس اللي بيخلي فرقتك ولازم تلعب بصانع العاب لازم <applause> انا ما العبش <applause> <applause> يا حبيبي ماشي معاه شوف الاثنين اللي, اللي ورا بيبصوا له ازاي يا اسلام ده بيمسكوا الكره ويرجعوها لورا لازم يعني انت عايز الاثنين اللي, اللي ورا دول يبقوا مي... مين اللي جنبيه لا اللي... ايوه ما آه. انا فاهم الاثنين اللي, اللي ورا على طول يبقى واحد معك. بس اه اللي هو اي حد بقى من اللي هو اللي هو يحبه اللي هو شايف ان هو ينفذ له طلبه انا انا لو منه والله ما العب بحد من دول خالص انا هلعب بالراجل اللي هو ينقل لي الهجمه من الديفنس ويوديها لي بسرعه في اسرع وقت للحته اللي هي وليكن كوكا تخيل بقى بس ما يكون سليم ليه؟ لان هو بيبص لقدام على طول فهيبقى عنده الرؤيه ان يع... فانت عايز تلعب بس حسام برضه عنده نفس الفكر بتاع حضرتك ده يا كابتن رضا ان هو بيلعب عايز يلعب بطريقه هجوميه بس في نفس الوقت هو جاي في مرحله صعبه جدا بالنسبه للمنتخب لا لا صعبه ولا حاجه ده جاي من فوق وجاي يعني كل لا الدنيا بكلمك ب... على اداء سيبك من, من الكلام ده بكلمك على الامكانيات وقدرات اللعيبه والله العظيم هو لو عمل اللي انا بقول لك عليه ده ولعب اللعيبه الصغيره ده ما حدش يقدر يفتح عارف انت لو سندته وبطلت تنتقده كده 24 ايوه ليه لان لأ بيلعب بطريقه ربنا سبحانه وتعالى والله بيلعب بطريقه غلط هيكرمنا وهيبقى عندنا منتخب كويس حبيب قلبي ده في لا لا حسام حسن لا لا اهدى من بس كده هتطلع فاصل؟ اه طب اطلع فاصل ما تقعدش تعمل الشياطين بتوعك دولت وتنرفزني وتقول لي اطلع فاصل خلاص اتفرجت خضع يوسف ابراهيم اوباما لاعب الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك لعمليه جراحيه بعد ما تعرض لاصابه قويه بكسر في الفك خلال مباراه مودرن فيوتشر اللي اقيمت مساء الاحد على استاد السلام في ذهاب الدور ربع النهائي لبطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه، واللي حسمها الابيض لصالحه بهدفين مقابل هدف، واصبح من المؤكد غياب اوباما عن مباراه الزمالك القادمه امام مودرن فيوتشر. والمقرر ليها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، وبيعد أوباما من الأعمدة الأساسية اللي بيعتمد عليها الجهاز الفني البرتغالي نظرا للإمكانيات والقدرات الفنية والبدنية اللي بيمتلكها اللاعب، بجانب مرونته التكتيكية وإيجادته للعب في أكتر من مركز، وشارك أوباما مع الزمالك في الموسم الجاري في 20 لقاء بواقع 10 في بطولة الدوري و8 مباريات في الكونفدرالية الإفريقية بجانب مباراتين في كأس مصر نسخة العام الماضي وسجل أربع أهداف وحصل على البطاقة الصفراء مرة واحدة. أوباما خاض مع الزمالك 235 لقاء في مختلف البطولات. سجل 44 هدف وصنع 27 هدف ونال البطاقة الصفراء 24 مرة وتعرض للطرد مرة واحدة. وبيمتلك أوباما في مشواره مع الزمالك والممتد حتى الآن 11 بطولة. بواقع ثلاثة القاب لبطولة الدوري وخمس القاب لكاس مصر ولقب للسوبر المصري ولقب لكاس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية بجانب لقب للسوبر الإفريقي في واحدة من النتائج الكبيرة اللي بتبقى في في كرة القدم فريق النصر السعودي النهارده فاز على فريق أبها في الدوري السعودي 8-0 يقود فريق أبها السعودي المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي كابتن رضا عبد العال ده ده اللي يدل ان احنا كنا بنقول ان هو فاضي والنادي الاهلي اللي عامل له تاريخ وكانت الناس تعرضنا ونقول له ان هو مستخبي في النادي الاهلي والبطولات دي النادي الاهلي بياخدها عشان هو النادي الاهلي مش عشان لابيت سمسماني ولا عشان فلان الفلاني واخد بالك ف كلامنا بيتحقق اهو 8 0 ده انا مع فراوله خسرت 8 0 هو في قلتني ولا تقريبا ما راحش الفراوله بس انا لا انا مالي هو الراجل اللي كاتب هو كده بس برضه كان بيلعب كريستيانو رونالدو فجاب هاتريك تمانية. انت ما كنتش بتلعب كريستيانو رونالدو يا كابتن رضا مش تمانية مع الراجل اصلا برضه عايز يفرح فيا الكاتب عايز يفرح فيا الناس <applause> ما انت لسه في مشهد هيجي كده يعني يعني تفتكر ان ان الماتش اللي ابها السعودي ده كان حد كاتب له انه عايز يفرح فين؟ عايز يفرحه فيك ولا اه لا أو بيقلدني او يفرحك فيه انا اسف بيقلدني. بيقلدني اه هو آه آه. عارف شاب مم. المسلسل لكنها نتيجة كبيرة يا طبعا طبعا مم. نتيجة كبيرة ده اللي يضل ان هو مدرب كان على باب الله مم. خلي بالك الاهلي والزمالك هم اللي بيعملوا ومنتخب مصر هم اللي بيعملوا المدربين مم. ليه؟ لان احنا عندنا هنا مطبلاتية حلوين يبدا يقول لك ايه بص روتيشن زي اللي موجود دلوقتي في النادي بص بص مش عارف ايه بص ده بي بيغير في الدقيقه 70 و80 وهو مش شايف انا هو النادي الاهلي ونادي الزمالك دول او منتخب مصر لما بتلاقي فرقه فريسه سهله وعايز تكسبها بتعمل ايه ممكن اقلق منها الشوط الاولاني الشوط الثاني بلعب بكل قوتي عشان اكسب <applause> فهو بيقعد جاي بس كولر واخد بطولات مع الاهلي كابتن برضه هنرجع تاني اه يعني هو كان برضه بس... موسيماني واخد بطولات لا وخد اثنين افريقيا معلش وخد مش عارف اللي الدوري وخد بايش السوبر وخد مش هو ده اللي كانوا بيقولوه آه ف... فانت أ... المنظومه لا. جوه النادي الاهلي تخليك تاخد بطولات ايوه المصحف اي حد ده بيبقى يا سعد ويا هنال اللي يمسك الاهلي <applause> النادي الاهلي <applause> الاهلي هياخد بطوله دوري الابطال السنه دي في حاله واحده لو <applause> سان داونز خرج بس لكنه هيتخطى باذن الله يعني بص هيوصل مباراة هيوصل النهائي انما النهائي الله اعلم مم. انما لو لو ما فيش سان داونز اه خلاص مبروك عليه الزمالك هياخد الكونفدراليه لو الراجل دوت حد قاعد معاه وفهمه ان في لعيبه تلعب زي سيد نيمار وزي احط حد في حته المساكين وحد تاني زي محمد شحاته اللي احنا شفناه ده ولعب 10 دقايق ولا ربع محمد ساعه محمد شحاته هيلعب الفتره الجايه لازم يلعب وحسين لبيب قعد مع جوميز الثلاث ساعات ده لازم يقعد قبل قبل ماتش فيوتشر ده لا... طب ما لعبش ليه سيد نيمار لا هو لاعب محمد شحاته هو مش هيقول له لاعب مين لا لا في لا في لعيبه اللي هي هتطقطق له الفرقه مع الصفقات الجديده دي هيبقى فيها اي هي بس في قدرات هو في قدرات يا كابتن لل للعيبه يعني انت مثلا عندك هو عنده ازمه في المساكين مثلا لا ما عندوش ازمه ما بس بص حمزه المسلوسي هو اللي شايله اللي مش عاجبك يعني لا لا هو مش اللي عجبني. شايله هو اللي شايل هو مش الزمالك عجبني. خلي بالك خلي بالك لا لا حمزه المسلوسي لا يا راجل طب والجون بتاع النادي الاهلي يعني الجون الثاني الكره المشتركه اللي كانت بينه وبين امام عاشور شفته ده طبيعي لا لا لا, لا, لا. مش طبيعي خالص مش طبيعي انت انت جاي جاي له على الكوره ده ماتش اهلي وزمالك طب ما انا هقول لك الكوره في ماتش بيراميدز اللي خدها من قدام ما طب أيه. ماشي خسيتك كاس مصر ما انت جيت خسها انا مالي بقى بس وصلتك للنهائي يا حبيبي حمزه المسلوس هو اللي وصلك ما ينفعش يلعب في الحته دي ايوه هو انت هو بيلعب فيها مضطر يا كابتن لا لا مش مضطر لان هو والله هو طب انتوا رجعتوا محمود علاء ليه انا مالي انا هو لا هما يعني رجعوا محمود علاء ليه لا هو محمود عشان علاء عشان الحته دي فيها كان... خلل ايوه ماشي طب خلي هو... بالك أقول لك على حاجه هو محمود علاء هيمشي اقول لك حاجة على حاجه اقول لك على حاجه والله مم. لو الزناري ده لعبته في الحته دي لان هو شكل الحته دي هيبقى الونش الجديد شوف بقى اللي الناس مختلفه عليه بتور... لان الناس بتشوفه في حته الباك حته الباك دي عايزه واحد زي حازم امام الصغير لما بيرقص ويعدي ويروح ويعمل كورسات و... مش بتاعت الزفتاوي ده ولا الزناري ده مش بتاعته ده مم. عايز يقف يطلع بالدماغ يمسك الراجل يطلع يطفش زي ما بيقولوا له واخد بالك؟ والله العظيم هيبقى سد مانع في الحته دي انا ما اعرفش الناس اللي هي, اللي هي في في المساك في المساك. مكان مكان يا يا حسام يا اما يا المسلوسي اي حد بس المسلوسي ظهر بشكل حبيبي فرقس. ده 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 ما يقعدش ده الواد يعني ده اللعيب ده الزناري الزناري ده لو خد انا بقول لك ده الونش الجديد في حته القتال والكور العاليه أنت كل الاجوان اللي بتيجي في نادي الزمالك ايه ما كلها كور عاليه كلها عرضيات مستوى الحراس متراجع في الزمالك ولا لا ما فيش الا عواد بس وعواد جاي طبعا ما راح المنتخب ورجع محطم نفسيا الجون اللي فات ده منه مم. انا كان عندي ما يتاخدش راح وما لعبش مم. فانا يعني ده برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي بنقولها ان كان حسام حسن يورينا يا مصطفى شوبير يا عواد يا اما مش انت اديت ابو جبل الماتش لا هو كان خايف بص هجيب لك من الاخر حسام حسن البطوله دي كان عايزة له من غير صلاح عشان يقول للناس انا خدت بطوله اول لان طبعا اول ما الناس بتيجي تتكلم ده تقول لك هو تاريخه ايه هو خد بطولات اه لا بس ده حسام حسن يا عم على عيننا وراسنا لعيب كوره انسى ومدرب لا لا ما خدش مدرب كبير ما خدش مدرب كبير يا كابتن يعني مع منتخب الاردن عمل لهم شكل خد وهم الناس ايوه وصلهم للمرحله او للمباراه الفاصله قدام اوروجواي يا كابتن ما هو خلاص بقى يعني وصلك لمرحله انا مالي ما انا كنت بلعب في مستوى عادي ماشي لا ما مستوى كانش عادي بقى. انت ولا... لما انت لما كنت كان اخرك بتوصل للمراحل الم... اللي هي الادوار اللي الاولى لكن المباراه الاقصائيه والفصله كان مع عصام حسن ماشي وصل ما, ما وصلش انت دلوقتي بيلعب أرجوية يا عم انا مالي مش هو اللي يعني يا كابتن رضا هو ما صعدش ليه من الاول ما صعدش ليه ده هو كان هي داخل رابع لا يا حبيبي ده دا كان داخل رابع اسمعني ماش. بس هو انت عارف اسيا غيرنا احنا هنا اول وثاني هو, وتاني هو, هو باعتراف الخبراء يا عم في انا الخبير مش إن لا انا بتكلم على الخبراء الخبراء اصلا بص بص يا كابتن ده لما حققوا نتائج كويسه في كاس اسيا الأخيرة قال لك الفضل يرجع إلى الكابتن جوهري والكابتن حسام حسن طيب لما هو الخبراء دول اللي قالوا عليه لما رجع من الأردن ما مسكش ليه منتخب مصر أين الخبراء؟ لا لأنه كان بيتحارب لا 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 لا, لا الخبراء بص الخبراء اللي أنت بتقول عليهم دولة يمسكوا أي ولما مسك منتخب مصر برضه يرى حسام حسن دلوقتي إن بيتحارب من بعض المحللين ايوه عشان ان هم المحللين دولت عايزين يعني انت بتحاربه لا عشان ينجح اه مش عشان يمشي اه انت بتنتقده ولا بتحاربوا لا بنتقدوا. اه. عشان يجي المعاصر الجاي يعامل ضميره ويعامل ربنا لا هو بيعامل ضميره لا، لا،, لا 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 اسمع بس والنبي حسام حسن تحديدا يا عم انا اللي بقول مش انت لا معلش حسام حسن وانا من حق ان انا ارد عليك بما يرضي الله حسام حسن من اكتر الناس اللي الخلاصة ضمير هنقول الخلاصه في تاريخ عشان تاريخ الو... في مصر هنقول الخلاصه بس عشان ايه الوقت اول هام هو عايز ياخد البطوله دي بدون صلاح واخد بالك طيب. تاني هام يسكت الناس اللي بيقول لك ايه ده ما خدش بطوله يبقى انا جاي المنتخب اهو اول بسم الله الرحمن الرحيم خدت بطوله تالت هام ان هو وانا قلت الكلام ده مع فاروق مش معاك مم. اخلع العبايه بتاعت كابتن جوهر كابتن هو جوري. على فكره مش مش لابس العبايه بتاعت لا لابسها ده لا لا, بس لا ده بص بص اسمع بس كابتن بس مفيش حد هيعرف يلبس عبايه الجهري هو لا لا مفيش حد والله ولا والله بس والله مفيش اسمع بس ده انت انت ده عشت مع الكابتن جوهري؟ اه عشت معاه مع لا جهري. لا انا عشت معاه كابتن 24 ساعه ده انا حافظ الكابتن جوهري ده انا كنت بروح مع البيت يعني وكنت بقعد اتفرج على ماتشات والكلام ده كله لا يعني الكابتن جوهري ده حاجه والنبي ما تفتحنيش في الكابتن جوهري يا كابتن جهري هو بقى يقلع العبايه دي مايش يفكر ان كل اللي مدرج هيجي ما دي الازمه اللي بينه وبين صلاح ان م. صلاح لو جه هياخد منه اللقطه م. ليه لان صلاح هو صلاح م. اه طبعا واخد يعني بالك بص في جزئيه صلاح هو مخطئ في التعامل معه و و وبص وصلاح لو جه مع اي مدرب حتى لو جوارديولا مسك مصر صلاح هيهمشه النهارده صفحه البريمير ليج الدوري الانجليزي حطت صوره محمد صلاح على الصفحه الرسميه اهي بعد طبعا هدفه الاخير اللي سجله في الدوري الانجليزي واللي حافظ بيه على صداره الدوري الانجليزي ليفربول يعني شوف بقى لما لما الدوري الانجليزي بجلاله قدره وقوته ومتشاف من العالم كله يقدروا الراجل ده واحنا نيجي هنا نقول بس يا يلعب يا يخرج بس خايف على رجله وخايف على رجله لا او غير كده كمان أصيب هنا غير هنا واحنا عندنا كرة احنا عندنا حلم بوح انت بتلعب بثلاثه اقسم بجلاله الله يبنوا لك عماره واخد بالك يعملوا لك اساس انما الكوره دي بعيده عنها فانت هناك انت شفت الجون التاني اللي هو جابه الراجل عاملها له ازاي هو متحرك ازاي وعاملها له ازاي اللي هو الماتش الاخير ايوه شفته أيوه. الراجل عمل نفسه انه هيشوط يا عم اسلام وقام مم. جاي حاططها من وسط الناس وده اتحرك صح ومتوقع صح سند باليمين وحطها بالشمال مم. امام برايت واخد بالك مم. احنا بقى في حد بيدي له كوره زي دي لا طبعا ده احنا هنا عندنا عتالين وعتاوله طيب. والتيام. فانا أه بقول لك بقى فانا بقول لك البطوله دي هو كان عاملها لنفسه حسام عاملها لنفسه مش عاملها لنفسه هو جاء كابتن لقاها اتحاد الكره كان متعاقد عليها لا اتلغت بس اتلغت في الامارات خلاص انا مم. كنت جبت الفتره اللي هي بتاعت الفيفا وعملت شويه وبصيت على اللعيبه وجبت طيب اللعيبه طيب ماتشين يا عم لا ما العبهمش ما العبهمش اه طبعا يا كابتن رضا انا بص انا احترت معاك يجي فيتوريا يلاعب مظلوم يابا ما انت مش هتعبهم دول وموريتانيا ومنتخبات وال... من الفرق الثالثه والرابعه في افريقيا ما يعجبكش اتكلم انت وت... لا مش هقول اتكلم. اتكلم. لا ما اتكلم. انا بوصل للناس وجهه نظري يا كابتن ولا انت عايز, عايز تتكلم بس لا لا يا حبيبي انت دلوقتي يجي هتلاعب حسن, حسن في اول معسكر ليه يلاعب ثالث العالم ما يعجبكش اي ما يعجبنيش وقتر... انت عايز ان احنا لا لعبنا كوره ولا في فنيات ولا في اسلوب انت ولا في ثالث العالم يا كابتن يابا طب ما تونس اتحدت اه معاه ايوه لا لسه بقى. لسه لا لا هي آه. تونس مش كانت بتلعب كرة ولا كانت بتلعب التماثيل لا ما كانش بيلعب بال ماليش دعوه طب استنى كابتن رضا ما كانش بيلعب أقدر تونس كانت كسبت كان نعم قدر تونس كانت لا ما لهاش علاقه لا 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 انت لا كرواتيا وتونس مفيش قدر مفيش حاجه اسمها قدر في الكوره قدر ايه ده ده ده, ده المعلم المعلم مودريتش عنده 40 سنه يعني اكبر من حسين مودريتش يا كابتن ده بيلعب احسن من اللي عندهم 20 سنه عندك ماليش دعوه احنا انا بكلمك يعني ان كله لما انت بتقول لي لاعب 8 بي بي بيوصل اللي معاه للجول عمل كام هجمه في, في تمريره او تمريره عمل كام هجمه لا عمل فين فين؟ عمل اكتر من كام خمس ست هجمات انت خسرت اربعه ما فيش ولا سلعة تمريره ده انا كنت قاعد مستمتع بادائه ده كان بيلعبك على الواقف يا ايوه كلهم بيلعبوك على الواقف باقل مجهود يبقى أيوة. ده ده مش م... 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 انت ما تزعلش فين لما انت جايب لي المحترفين طيب وانا جايبة انت وخايف منهم ايوه اسمع الكلام ما انت لعبتهم الماتش الاولاني وبعدين عملت لا انا لعبت جبت تريزيجيه واصر ان يلعب ده وحشه مم. في حقك ده وحشه في حقك مم. انت لو واخد بالك يا حسام وحشه في حقك ان انت تقول ده انا جبت تريزيجيه وصمم من إيه؟ امال انت فين بقى قرارك وفين رؤيتك لما لعيب لعب, لعب لسه ماتش ولا اتنين لا آه هو, بين عايز يبين اه, آه ماشي هو بيلا بالروح واهو وادي اللي مش عارف ايه وهو ده, ده خلي بالك إيه اسمع بقى والله العظيم لو كان خد الدوره دي انا عارف يا اكتر منك والله لو كان خد الدوره دي كويس. والله ولا كان هيفكر في صلاح تاني ولا لا ما ويقول ما يفكرش والله ما كان هيفكر ما انت مش هتقدر تعمل له حاجه بقى لا لا والله ما كان العالم امال لما يصعد كاس العالم هتقول ايه ان شاء الله ولا هيصعد فيزل. بص ان شاء الله لا يعني كاس يعني بص انت مش هتصعد كاس العالم او هتصعد كاس العالم باي حد انت عندك دلوقتي ماتشين عاديين جدا هي بوركينا فاسو لو خلصت عليها هنا خلاص الموضوع انتهى بس هيكون انجاز كبير لحسام حسن لا لا مش اللي كاس لا العالم بص على المجموعه اللي معانا لا فيها جزائر ولا تونس أو ولا مغرب ولا, اللي هو. عمل, طب ما اللي عمل طب ما انا ماشي يعني ده مش انجاز الانجاز لا بقى لا انجاز طبعا لا الانجاز بقى لما ان شاء الله تروح هناك لا انجاز لا لما تروح إنجاز هناك هو انت بتطلع كل سنه يا حبيبي ما احنا برضه عشان عالم. عشان ان انا جيت سقطتك كاس العالم لا لا مش سقطتك باذن الله هيبقى اول لاعب في التاريخ يلعب كاس عالم باذن الله لاعب ومدرب لا في ناس كتير عملتها النجم عملت. الكبير الكابتن حسام لا, لا في ناس عملتها مشكوره الكابتن رضا عبد العال في ناس عملتها لا لا عملتها. مفيش حد عملها لا لا مفيش جلاله. لا انا بتكلم هنا في مصر آه لا في مصر ماشي انما وقد يكون في احنا وصلنا اللي حمال. هي مرتين وقد يكون في افريقيا وقد يكون في على المستوى الوطن العربي بإذن لا لا خلي بالك لا, لا يا حبيبي ما بتاع السنغال أه بتاع السنغال عمل حق لا لا, لا في افريقيا افريقيا بتاع السنغال وبتاع الكاميرون عملوها ايوه نعملوها. ماشي انا بكلمك مدربين لا هنا في مصر انا أقول لك من ضمن لا 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 هنا في افريقيا من ضمن هنا في مصر لكن ده. هنا هيبقى الاوحد باذن الله كابتن رضا عبد العال بشكرك نورتنا وشرفتنا دايما انا غلطان ان انا كنت نورنا وتشرفنا بشكر ال انت خدت الحديث كابتن رضا عبد العال إن شاء الله بكرة حلقة جديدة في البريوم تصبح على